المهم في إطار التنسيق النقابي مع المركزية النقابية، أنا النقطة اللي غادي نتكلم فيها هي النقطة ديال عدم انعقاد اللجان الثنائية من 2015. الإخوان خاصة باش نفسرها 2015 2016 2017، إنسان بعد ما غيوصل هاد 2015 حتى كيدوز المرة الأولى والثانية والثالثة ولا طلع في هاد الكوطة، هو بعد 3 سنين دازت ليه، وملي غادي يدوز في 2015 نفرضوا دازت 2015 كدوز دائما في شهر 12 ولا شهر 1 حتى كتكمل السنة. نعطيكم مثال، لا كوميسيون مدى ملي كدوز في 2001 2016، من نهار اللي كيبدا نهار لا كوميسيون كتبدا تحسب ليه هذاك الرابيل ديالو. وما بعد دابا غنعطيكم مثال، ما دازتش ضاعت ليه 2016 2017 و2018، اش ما كتح وملي كدوز ما كتحسبش باثر رجعي، لا كوميسيون كتحسب لك نهار اللي دازت لك لا كوميسيون. وتخيلوا هذا الموظف دابا عاد ديال 2015 ضايع عليه 3 سنين من غير 3 سنين اخرى ما دازش في لا كوميسيون، هي 6 سنين ديال الرابيل. انا كنسالوا هاد المسؤولين علاش ما انعقدتش اللجان الثنائيه من 2015؟ كاينه الاشغال الشاقه والملوثه 30% من الاجر ديال الموظف بالنسبه للاشغال الشاقه والملوثه، وهي صبحت عرف كدوز في الصالير. ملي بغاو يحيدوا هاد الاشغال الشاقه والملوثه حيدوها من 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 الاجر، من الاجر الشهري. بالله عليكم انا نعطيكم مثال، واحد كيشد في 30% كيشد 600 درهم 700 درهم شهريا، يعني يا اما كيزيد عليها واحد 300 درهم كيخلص بها الطريطه ولا كره، ولا مدخل بها ولادو للمدرسه ما يزيد على 10 سنوات. بالله عليكم هذا ملي غادي تحيدوا ليه هذا الشيء، ما مصير هذوك الابناء وما مصير هذيك العائله، غادا تشرد. السيد العمده باغي يطبق المرسوم بحذافيره، هذا لا يعقل، لان هي صبحت مكتسب. وبالنسبه للناس اللي ديطاشي في الماليه، حيت عندنا الناس ديطاشي في الماليه في التعليم في الصحه، فبزاف ديال بزاف ديال المرافق العموميه هادو كلهم غيبداو بهم، واللي سمعنا انهم غادي يحيدوا ليهم هذيك المنحه ديال الاشغال الشاقه والملوثه باثر رجعي من 2014، وهذا الشيء ما يعقلش. اللي غادي يحيدها ليه يحيدها، خصها تحيد من الاجر ديال هذاك المسؤول اللي عطاها ليه، ماشي تحيد من هذاك الاجر اللي تعطات لهذاك الاخ. راه كلاها لا يعقل انها تحيد باثر رجعي. ومن هنا راه هذا الشيء راه خطير بالنسبه على الشغيله. المهم انا بالنسبه لي اشغال الشقه والملوثه خط احمر، والساعات الاضافيه ما تمش، ولان كتجمع على 11 شهر، وجاو حتى العيد الكبير السنه الماضيه وحيدوها الناس اللي ديطاشي، ولولا تدخل السيد الوالي واجهزه عليا راه كانوا الناس غيخرجوا بلا عيد الاضحى، وتدخل ديال النقابات كانوا الناس غيخرجوا بلا عيد. حنا علاش كنطلبوا هذه المطالب؟ لانها اجتماعيه وكتمس في العمق الجيب ديال الموظف. وشكون الفئه المستهدفه من هذا الشيء كله؟ هو سلم 6 حتى سلم 9، ماشي الاطر العليا. الاطر العليا فين مستهدفه؟ مستهدفه في الشق ديال شركه التنميه، جالسين ما كيديروا والو، والشركه ملي جات خدمت الناس ديالها. تخيلوا المهندسين تقريبا كلهم ماشي هما اللي كيتراسوا الاشغال ديال الجامعه، لي ترافو بيبلي ما كيتراسوهاش، كيجيبوا تقني دخل بسلم 7 وطلع بسلم 9 ولا ما واصلش حتى للديس. والمهندس بارك كيشد الراتب ديالو وما كيخدمش الخدمه ديالو. لهذا كنطالبوا داوي الاختصاص اللي عنده شي كفاءه يمشي يشتغل فيها معاه. حنا شريك ديال العداله والتنميه ونقابه الاتحاد الوطني للشغل المغرب، وثاني وحده على الصعيد الوطني في مجلس المستشارين من بعد الاتحاد المغربي للشغل، وما عمره ما جلس معنا حنا كنقابه ديال الاتحاد الوطني للشغل. ما العمده ما نهائيا ما جلسش معنا بتاتا، مشينا ورفض يستقبل.